النجم الشاب إيهاب أمير. إيهاب مرحبا بك. مرحبا بك، نهار كبير هذا، نورتينا. كنشكرك على هذه الأغنية الجميلة اللي نقيتها نيت للشباب ديالنا. كنشكركم على هذه الاستضافة، فرحان بزاف تواجد معكم. كنتمنى العرسان التوفيق إن شاء الله، وكن سلام عليكم بعد المهمات ديالنا، وفرحان بزاف نتواجد معك. خليك ليلي. إيهاب أنا غادي نسولك واحد السؤال شوية شخصي. مرحبا. كي جاتك الأبوة؟ زوينة. إيوا شي صلاة وسلام، شي صلاة وسلام على رسول الله. إيهاب شوف. الابوه زوينه زوينه، الله يخلي الوليدات ويحفظ الوليدات المسلمين كامل. ايهاب انا بغيتك تقول لهم، قول لهم كي دايره الابوه، قول لهم الابوه زوينه عليها ان شاء الله. لا غير زعموا، غير زعموا الوليدات. ايهاب امير، الجديد اللي كيتسناه الجمهور ديالك بفارغ الصبر؟ الجديد هو ان شاء الله واحد الاغنيه نيت غتكون على العرسان. اييه على العروسه. وان شاء الله جديد هو المسلسل ان شاء الله قريب لغايه باذن الله. باذن الله أتن اكيد ان الجمهور كيتسنى انه يشوفك، اشوف جديدك في الاغاني وجديدك ان شاء الله في التلفزيون. كنتمنوا لك التوفيق ايهاب. شكرا لك، بارك الله فيك.